تبذل وزارة الهجرة والمهجرين جهوداً مكثفة لإغلاق جميع مخيمات النازحين بعد ارتفاع أعداد الراغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية، حيث أكدت الوزيرة إيفان فاق جبرو عودة 463 نازحاً من مخيم شاريا في محافظة دهوك بشكل طوعي إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار، لافتة إلى أن عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM وبالتنسيق مع القوات الأمنية والإدارات المحلية في محافظتي دهوك ونينوى. وقد بدأت وزارة الهجرة والمهجرين بإغلاق عدد من المخيمات نهائياً بما في ذلك مخيم أشتي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني الذي حدد موعد إنهاء ملف النزوح في العراق وإغلاق المخيمات في 30 من تموز يوليو الجاري. وفي هذا السياق أوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن المخيمات لن تغلق في الوقت الحالي لأسباب مختلفة، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات ذات العلاقة لبحث الملف من جديد. من جهته أكد عضو لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب شريف سليمان أن إغلاق ملف النزوح يتطلب حوالي العامين لاستكمال تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة. وأفادت لجنة الهجرة النيابية بأن 1 مليون نازح في العراق سواء في المخيمات أو خارجها ما زالوا يتوزعون في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد 7 سنوات من انتهاء المواجهات المسلحة مع تنظيم داعش واستعادة المدن التي كانت تحت سيطرتهم عام 2014. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي. أهلا بك دكتور الغراوي معنا في مساء العراق وشكرا لتلبية الدعوة. إذن كيف تتابعون كمختصين في ملف حقوق الإنسان مساعي وزارة الهجرة لإغلاق ملف النازحين في العراق بشكل كامل؟ مساء الخير، تحياتي لك ولكل المستمعين الكرام والمشاهدين الأكارم. الموضوع العودة الطوعية الآمنة قد تكون من أهم متطلبات إغلاق ملف النزوح، ونتحدث عن عودة طوعية آمنة ترتبط بمجموعة من الحقوق الأساسية. والحكومة عندما أعلنت تحديد موعد نهاية هذا الشهر لإغلاق المخيمات كان هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر حتى تكتمل منظومة العودة الطوعية بالنسبة للنازحين. وهذه الصور قد تكون تتعلق في موضوع إعادة الخدمات، في موضوع الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي، الجانب التعليمي، ما يتعلق بملف إعادة البنى التحتية، إعادة الدور المهدمة، الجانب الأمني أساسا في العديد من المحطات، وكذلك متطلبات التعايش السلمي والقرارات الإدارية في التسهيل تقديم الوثائق الرسمية للنازحين. كل هذه المتطلبات يجب أن تتوفر حتى تكون هناك متطلبات عودة طوعية آمنة وشاملة للنازحين. بقاء النازحين لفترة طويلة من الزمن زادت على 10 سنوات، هذه تمثل معاناة أساسية وأكبر انتهاك لمنظومة حقوق الإنسان. لكن هذه القرارات يجب أن تأخذ في هذا المدار مجموعة المتطلبات الأساسية للعودة، ولا يوجد هناك موعد مقدس لهذه التفاصيل. نعم قد تكون لا هو اساسا دكتور اساسا المواعيد التي طرحت من قبل وزاره الهجره يعني اجلت اكثر اعتقد من 3 مرات على مدى العامين الاخيرين، ولكن العوده الطوعيه تحدثت انها تراعي قضيه انها تكون طوعيه وامنه، هل تحققت يعني هذه الشروط في عوده النازحين الى مناطقهم؟ نعم قد تكون في العديد من المحافظات تحققت هذه التفاصيل، لكن ما زلنا لحد الان نشهد إشكاليات في عدد من المناطق. قد تكون منطقة سنجار وتعقيدات منطقة سنجار سواء في الجانب الأمني، سواء في تعدد الإدارات الأمنية، في الجوانب التي تتعلق في موضوعة الإدارات، ما يتعلق أيضا في موضوعة البنى التحتية والدور المهدمة. قد تكون جزء
من هذه الأماكن البسيطة في مناطق خاصة في ديالة، في صلاح الدين، هذه قد تكون لحد الآن لم تكتمل فيها منظومة العودة الطوعية بسبب قد تكون إجراءات إدارية، قد تكون إجراءات فنية، قد تكون إجراءات أمنية، موضوع الجانب المالي، التعويضات، الموارد الاقتصادية، هذه قد تكون تتفاوت بين منطقة وأخرى. لكن على المجمل العام العديد من المحافظات مستقرة، العديد من المحافظات عاد إلى النازحين طواعية، وبالتالي حتى الموجودين في هذه المقيمات خيروا بثلاثة قضايا. أما يأخذ قرار بالبقاء في هذه المقيمات وهذا هو حق شخصي له ويقرر بقائه من عدمه، أو يختار بديل من المنطقة التي يعود إليها، وملزم الدولة أن تقدم له التعويضات المباشرة في ذات الوقت أيضا، والجوانب الأخرى في القضايا المالية وكذلك متطلبات المعيشة اليومية. والجانب المهم وهو المحور الثالث وهو العودة إلى هذه المناطق اللي هم غادروها منذ 10 سنوات. طيب. هذه قد تكون هي الأولوية الأساسية بالنسبة للنازحين. وبالتالي أعتقد اليوم بمكان تسليط الضوء الإعلامي الكبير جدا، الاهتمام الكبير من قبل الإعلام، قناتكم دائما الكريمة كان لها ضوء إنساني كبير في هذا الجانب، يساهم مساهمة تامة في إيجاد حوارات بناءة بين الحكومة الاتحادية، بين حكومة الإقليم، بين بالحديث عن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم دكتور، يعني الحديث سيتم إغلاق المخيمات، لا لن يتم إغلاق المخيمات، الإقليم له تحفظاته على قضية إغلاق المخيمات، برأيك هل يستغل هذا الملف سياسيا؟ هو أعتقد أنه هذا الملف ملف إنساني بحت، يجب أن يكون بعيدا عن أهمية استغلال سياسي بحت، لأن هؤلاء النازحين ناس مدنيين نزحوا لظروف خاصة بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية، بالتالي عملية الاستغلال السياسي، عملية الاستغلال الانتخابي، عملية حتى موضوع الشبهات التي قد تدور في جوانب الفساد في ملف الخاص بالتعامل مع النازحين، هذه بصراحة تامة تمثل انتهاكات صارخة لمنظومة حقوق الإنسان بالنسبة للنازحين، وبالتالي هذا الملف يجب أن يبقى ملفا إنسانيا بحتا تتكامل فيه كل أدوار المؤسسة المعنية في الدولة، في الحكومة الاتحادية، في حكومة الإقليم، تذلل كل الصعوبات، نفس الوقت الاستعانة بالخبرات الدولية والدعم الدولي في هذا الجانب، والمنظمات والوكالات الدولية العاملة في هذه الأماكن، أيضا تسهيل إجراءات قرارات الحكومة التي صدرت بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء لم تنفذ مجملة بالكامل، ما زلنا ننتظر أيضا بناء 2000 دار واطئة الكلفة أن تقدم للنازحين في سنجار، أيضا ملف التعويضات، ملف الجوانب الاقتصادية، إيجاد فرص العمل، القروض الميسرة، هذه قد تكون أيضا مجموعة من القرارات التي اتخذت الحكومة يجب أن ترتقي أيضا في واقع تطبيقها، وبنفس الوقت تسهل الإجراءات، يعني يجب أن نكون بحوار متزن ومتفاعل وإيجابي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لوضع النقاط على الحروف، وإذا كان هناك فرصة إيجابية بإعطاء فرصة زمنية أخرى للنازحين قد تكون أيضا هي يجب أن تدرس بشكل كامل وتعطى فرصة أخرى زمنية لحين اكتمال متطلبات. يعني حتى هذا اليوم دكتور يتم الحديث عن إعادة نازحي سنجار، لماذا يتم فقط الحديث عن سنجار؟ يعني مع العلم أن هناك مناطق أخرى ومخيمات أخرى يعاني أهلها من النازحين من قضية العودة إلى مناطقهم، لديك مثلا جرف الصخر، لديك نازحون بزيبز مثلا، لماذا يتم التركيز فقط على سنجار؟ يعني اليوم إحنا ما تبقى من المخيمات قد تكون أغلبها هي من الأخوة من أهالي سنجار، يعني ما زلنا نتحدث عن 24 مخيم، 18 مخيم في محافظة أربيل ومحافظة دهوك، أغلب قاطنيها من محافظة سنجار، وبالتالي الأغلبية السكانية لهذه المخيمات من هذه المحافظة أو من هذه المدينة الكريمة، وبالتالي التركيز على الإشكاليات التي حدثت بالنسبة للجوانب اللي تتعلق في موضوع اتفاق سنجار، في الجوانب الأمنية ووجود العديد من الإدارات الأمنية في هذه الأماكن، الجوانب الإدارية الخاصة، نفس الوقت المشاكل الخاصة في البنى التحتية، تفاصيلها قد تكون هذه المدينة لحد الآن لم تؤهل بشكل كامل حتى تكون عامل مطمئن لحث العودة الطوعية، وبالتالي النسبة السكانية الموجودة ما زالت المخيمات هي التي تركز على هذا الموضوع، لكن هذا لا يعني أن اليوم كل نازح في هذه المخيمات يجب أن تكون له أولوية أساسية في العودة مهما كانت الظروف، يجب أن تذلل سواء في كل المناطق اللي موجودة في العراق، بالتالي يجب أن تكون أيضا هناك حاضرة مناطق أخرى في زيبس، في موضوع جرف الصخر، في مناطق اللي موجودة في صلاح الدين، في الأنبار، في ديالة، هذه أماكن التي نزح من النازحون، وبالتالي يجب أن يغلق مخيم أو ملف النزوح بشكل تام هذا العام،
أو بداية العام القادم، وبالتالي تنتهي هذه الحقبة التي أحدثت معاناة إنسانية كبيرة بالنسبة للنازحين في العراق. شكرا جزيلا، كان معي من بغداد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي.